بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. أحمده على فضله وإحسانه وتوفيقه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى ذوينا وأحبابنا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين، وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. طيب، ثم باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيدام كذلك يقال أدم بسكون الدال. إدام أدم. ما هو الإدام أو أدم؟ هو ما يوكل مع الخبز. ما يوكل مع الخبز. ثم بعده عمم وقال مائعا وغيره. فإذا ما يوكل من الخبز أيا كان هو إدام أو أدم. لا يشترط أن يكون مائعا، بل لو كان مائعا أو غير مائع كلاهما إدام. ثم هو استدل على هذا التعميم بقوله لحديث سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. هكذا ثم سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم سيد الإدام وهو ليس بمائع. نعم. ثم كيف كان يعني عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإدام أو في الطعام؟ ابن حجر رحمه الله قال يعلم أنه لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم الكريمة حبس نفسه الشريفة على نوع واحد من الأغذية. لا يقتصر ولا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية، فإن ذلك يضر بالطبيعة ضررا بينا. حبس النفس على نوع واحد من الطعام يضر، بل يجب أن التلوين في الأطعمة. وإن كان أفضل الأغذية، ممكن يكون هذا الواحد أفضل الأغذية، مع ذلك المداومة عليه يضر. نعم، المداومة عليه بالاقتصار عليه فقط، لو أضيف إليه يعني أشياء مختلفة فلا بأس. بل كان يأكل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معتيدة من لحم وفاكهة وتمر وغيره، أيا كان يأكل. هكذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وفي بعض النسخ كما ذكر الباجوري، إبراهيم الباجوري رحمه الله، وما أكل من الألوان،
باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان هكذا في بعض النسخ. إذن الذي قرأت من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام من قول ابن حجر رحمه الله يناسب هذه الجملة نعم التي توجد في بعض النسخ وما أكل من الألوان يعني يأكل اللحم والتمر الخبز هكذا الفاكهة نعم. ثم إبراهيم الباجوري فسر الإدام بقوله ما يساغ به الخبز لا يكفي مجرد الأكل مع الخبز بل هذا يساغ به الخبز ويصلح به الطعام. فإذا لماذا يؤكل مع الخبز؟ لأن يكون سائغا لذيذا وأن يكون الطعام صالحا هذا هو نعم. فيشمل الجامد كاللحم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. وفي الحديث يعني جمل أخرى إلى وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء ماء سيد الشراب لحم سيد الإدام وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية الفاغية سيد الرياحين. ما هي الفاغية؟ أي ثمر الحناء ثمر الحناء هو فاغية. ثم هذا اللحم كونه إداما إنما هو بحسب اللغة أما بحسب العرف فلا يسمى إداما. ثم إبراهيم الباجوري ألين ذكر عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم حبس نفسه على نوع من الأغذية فإنه ضار بالطبيعة بل كان يأكل ما تيسر من لحم وفاكهة وتمر وغيرها نعم. ثم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر رضي الله عنه قال وعبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن حسان رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن بلال رضي الله عنه أن هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اللدام الخلو. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخلو هكذا عبد الله بن عبد الرحمن شك أما محمد بن سهل لم يشك. إمام ترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث روى هذا الحديث عن شيخين محمد بن سهل عبد الله بن عبد الرحمن طريق محمد بن سهل بدون شك طريق عبد الله بن عبد الرحمن بشك نعم الأدم أو نعم الإدام الخلو نعم الأدم يعني بضم الدال جمع إدام أدم نعم. ثم قال هذا النعم الإدام الخلو لكن هنا لبط ابن حجر رحمه الله نعم الأدم بلم فسكون نعم الأدم هكذا يعني إبراهيم الباجوري فإذا هذا بسكون الدال مفرد نعم أدم أو الإدام الخلو. لماذا كان يعني لماذا كان الخلو نعم الإدام
هو نعم الإدام، أحسن الأدم. لماذا؟ لأنه سهل الحصول، يحصل سهلا، أول هذا. ثم قامع للصفراء، الصفراء يعني هذا مزاج يضر البدن يقمعه، نعم هذا ثاني. ثم نافع لأكثر البدن، هكذا ثلاثة من النفع ذكره ابن حجر رحمه الله لكونه نعم الإدام. ثم وهنا يعني خلفية لهذا القول أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه كما ذكره ابن حجر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، جابر رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم، أخرج إليه هذا قطعة من الخبز فقط لم يستصحب معها الإدام. فإذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ندم، فقالوا إلا شيء من خل، يوجد هذا شيء من الخل فقط. فقال نعم الإدام الخل. قال جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم هكذا كان الصحابة لو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو لو أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يحبه الصحابة كلهم، هذا كان من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغايتها. ثم واستفيد من مدحته أنه أدم فاضل جيد، ومن الاقتصار عليه في الأدم مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس من أملاذ الأطعمة وشهواتها المفسدة للدين والبدن. نعم شهوات الأطعمة تفسد الدين والبدن. بعده قال ثم الثناء عليه بذلك إنما هو بحسب مقتضى الحال الحاضر لا لتفضيله على غيره خلافا لمن ظنه، يعني الخل ليس أفضل مطلقا بل بسبب مقتضى الحال مدحه وفضله، لأن سبب الحديث أن أهله قدموا إليه خبزا فقال ما من أدم، فقالوا ما عندنا إلا خل، فقال نعم الإدام الخل. لماذا؟ جبرا وتطيبا لقلب من قدمه، هكذا طيب قلبه، لا تفضيلا له على غيره. إذ لو حضر نحو لحم أو عسل أو لبن لكان أحق بالمدح منه صلى الله عليه وسلم، منه يعني من الخل. نعم فإذن اللبن أفضل من الخل، عسل أيضا، لحم أيضا، فإذن الخل فيه يعني شرف ونفع كما بينا، ومع ذلك ليس أفضل بالإطلاق. نعم ثم بين صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أدم أن أكل الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة بخلاف الاقتصار على أحدهما، أحدهما يعني أحد الخبز أو أحد الخل، الجمع بينهما نافع للبدن كذلك لحفظ الصحة. واستفيد من كونه أدما أن من حلف لا يأكل، هذا مسألة الحلف. نعم ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم إليه يعني الإدام فقط ماذا سأل؟ هل من أدم؟ في هذا القول إشارة إلى أن أكل الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة، هكذا ذكر إبراهيم الباجوري أيضا. ثم وكذلك هناك قول آخر بئس الإدام الخل، بئس الإدام الخل. إذن بعد أن بين إبراهيم الباجوري رحمه الله
هذا السبب لذكر هذا القول. قال وبهذا علم أنه لا تنافي بين هذا وبين قوله بئس اللدام الخل، يعني كونه بئس وكونه نعمة نسبي. نعم هكذا. ثم استعمال الإدام مع الخبز هو من المطلوب، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك هو سأل يعني هل من أدم. ثم وبه قال حدثنا قتيبة رضي الله عنه قال حدثنا أبو الأحوص رضي الله عنه عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما جئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. نعم. هذا نعمان بن بشير رضي الله عنه يسأل يقول ألستم في طعام وشراب يعني ألستم في شراب في طعام وشراب ما شئتم. كلمة ما إما موصولة أو مصدرية. إذن ألستم متنعمين في طعام وشراب بالمقدار الذي شئتم من السعة والإفراط. هكذا ألستم متنعمين، تتنعمون في الشراب في الطعام والشراب بأي مقدار؟ ما شئتم يعني بالمقدار الذي شئتم. ماذا أرادوا من المقدار؟ من السعة والإفراط، يعني أنتم تفرطون وتتسعون متنعمين في طعام وشراب. ثم هذا خطاب لمن ألستم، الخطاب للتابع أو للصحابة بعده صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاستفهام ألستم، هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ. نعم. للإنكار والتوبيخ. ماذا أراد به نعمان بن بشير رضي الله عنه الصحابي الجليل؟ ماذا أراد به؟ والقصد به الحث على الاقتصار في الطعام والشراب على أقل ما يكفي، كما كان ذلك شعار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال لقد رأيت نبيكم، والله لقد رأيت، هذا اللام في جواب القسم، إذن يكون أصول العبارة والله لقد رأيت نبيكم. ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو التمر، يعني التمر اليابس أو أردأ التمر ما يملأ بطنه. فقد كان كثيرا ما يجد كفا من حشف فيكتفي به ويطوى. هكذا كان يفعل، يعني لا يجد، يعني هذا أردأ التمر لملء بطنه. نعم. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنتم تتنعمون. هكذا كان للتوبيخ والإنكار. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي رضي الله عنه قال حدثنا معاوية بن هشام رضي الله عنه سفيان رضي الله عنه محارب بن دثار رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللدام الخل. وبه قال حدثنا هناد رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه سفيان رضي الله عنه أيوب رضي الله عنه عن أبي قلابة رضي الله عنه زهد من الجرمي. نعم. زهدم عن زهد من الجرمي وزن جعفر عن نعم عن زهد من الجرمي رضي الله عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. من قال هذا زهدم؟ قال كان معه آخرون، لذلك قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ يعني هو سأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأله
فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا أكلها. قال أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. نعم. فإذا هذا كان قوم مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج. نعم. دجاج أنتم تعلمون. فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها، رأيت الدجاج تأكل شيئا نتنا، يعني له رائحة كريهة، شيء كان فاسدا له رائحة كريهة، فحلفت ألا أكلها، لا أكل هذه الدجاجة. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أدنو، يعني أقرب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. فإذا هو حلف ثم بعد ذلك أمر أن يأكل من هذا الدجاج. لماذا؟ فينبغي، يعني معنى قولي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فينبغي أن يأكل هذا الرجل منه، يعني من هذا الدجاج، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا يفعل؟ بقسمه ويمينه ويكفر عن يمينه. هو قسم بالله، حلف بالله وأقسم بالله، حلف بالله على ألا يفعل أمرا مباحا، على ترك مباح. فإذا هذا جريانه على هذا الحلف، وكذلك اقتداء، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الأفضل منهما؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يأكل هذا الدجاج وينقل حلفه ويكفر عنه. نعم، اقتداء هكذا أمره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. فإنه خير له من بقائه على يمينه. لماذا؟ لخبري لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمان أحدكم حتى يكون هواه، يكون هواه تبعا لما جئت به، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم هذا سؤال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يدل على أنه ينبغي لصاحب الطعام أن يسأل عن سبب امتناع من حضره من الأكل. لو امتنع أحد الحاضرين من الأكل يسأل عن سببه. نعم. لو كان السبب يعني سديدا يتركه، وإلا هكذا يرشده. هنا رواية يعني شيئا نتنا، في رواية أخرى رأيتها تأكل شيئا، هكذا فقط بدون هذا الوصف. إذن تأكل شيئا معناه شيئا قذرا. نعم. ثم هذا لحم الدجاج مفيد جدا، ولحم الدجاج حار رطب، يعني هو يجمع بين الحرارة والرطوبة، هو معتدل. لو كان معتدل ينفع الجسم، نعم البدن، حار رطب. ثم خفيف على المعدة، يعني يهلم بسرعة، هو خفيف على المعدة. هذا قال سريع الحلم، جيد الخلط، يزيد في الدماغ والمني، ويصفي الصوت، ويحسن اللون، ويقوي العقل. ما شاء الله، فوائد عديدة. يزيد في الدماغ، يعني وكذلك، فإذا لو زاد في الدماغ يعني يزيد قوة الحفظ. نعم. وكذلك يزيد يعني في المني، أيضا
رجل فاحل لو أكل يزيد منيه. ثم يصفي الصوت، يصفي الصوت، وكذلك يحسن اللون أيضا. صوت الرجل كذلك صوت الإنسان كذلك لون الإنسان يحسن ويقوي العقل أيضا. فوائد مهمة. يجب يعني المداومة على أكل الدجاج. نعم، لكن هذا دجاج يعني من الدواجن، الأصلي ليس الصناعي. هذا الصناعي ليس فيه يعني إلا اندفاخ، وكذلك يكون فيه سموم. نعم، هذه الفوائد تأتي في الدجاج الأصلي، نعم، ليس في الصناعي. ثم وما قيل من أن المداومة عليه تورث النقرس، نقرس نقرس نقرس. ثم وهو ورم يحدث في مفاصل القدمين، هكذا قيل لكن لم يثبت هذا. يعني المداومة على أكل الدجاج يورث ورما يحدث في مفاصل القدمين، هذا لم يثبت. نعم. ثم هذا من الدجاج أقل سنا، هو أحسن كما قال أهل الطب، يعني بدأ أن يصوت. نعم. وبه قال حدثنا الفضل بن السهل الأعرج البغدادي رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه عن إبراهيم بن عمر بن سفينة رضي الله عنه النبي عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. فإذا أب عمر بن سفينة، جد سفينة، نعم جد سفينة، هذا لقب جده، لقب بسفينة. لماذا؟ لأنه حمل شيئا كثيرا في السفر فأشبه السفينة، وهو مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم كان مولاه، فاختلف باسمه فقال مهران وقيل غيره. نعم، لحم حبارة، هذا حبارة ما هو؟ هو طائر طويل العنق في منقاره طول ربادي اللون شديد الطيران، هكذا. ولحمه بين لحم الدجاج والبط، دجاج بط بينهما، هذا حبارة. نعم، هذا الناس يأكلون، أنتم تعلمون هذا. لحم الحبارة حار يابس، ليس حار رطب بل حار يابس. ثم بطيء الانهضام، هذا حار يابس، لذلك لأجله ذلك يبطأ هضمه. نعم، نافع لأصحاب الرياضة والتعب، نعم، رجال لو كانوا من أصحاب الرياضة والتعب والكد والعمل الكثير ينفعه. نعم، يعني ينبغي أن يكون الطعام أصحاب الرياضة والتعب والكد والاجتهاد والعمل الثقيل، ينبغي أن يكون طعامه يعني غليلا بطيء الانهضام. ثم هذا أكل الحبارة جائز. هنا في نسخة، ثم في نسخة هكذا يوجد، وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات، هذا في نسخة واحدة فقط، أعتقد هذا ليس من كتاب الشمائل بل هذا خط من الطبع. ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه النيوبة رضي الله عنه عن القاسم التميمي رضي الله عنه عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي رضي الله عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، هكذا
معروفا قدم، ممكن هذا صاحب الطعام قدم. وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. إذن هنا في هذا الحديث يعني تقديم وتأخير. في الرواية الماضية قوله إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، هذا مقدم على قول أبي موسى أدن فإني قد رأيته. ممكن أولا هكذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلم، فإذا ذاك الرجل الذي تنحى اعتذر إليه، فإذا هو كرر هذا القول أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا راوي واحد يعني روى هذا القول الأول يعني قبل الاعتذار، ثم راوي الحديث الرواية الماضية يعني ذكر قول أبي موسى بعد الاعتذار. نعم. ثم هنا ذكر من ذاك الرجل، وفي القوم رجل من بني تيم الله، هذا بطن بني تيم الله بطن، ثم أحمر كأنه مولى، ثم أحمر كأنه مولى، هذا تيم الله حي من بني بكر، تيم الله معناه عبد الله، تيم الله هم حي من بني بكر. نعم. إذن كان منهم، ثم صار الرجل كان أحمر كأنه مولى. نعم. فلم يدنوا هكذا قال له، ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري رضي الله عنه وأبو نعيم رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه أن عبد الله بن عيسى رضي الله عنه أن رجل من أهل الشام يقال له عطاء النبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الزيت، إذن هو إذن كان يأكل هكذا يستفاد. ثم ماذا كان هو يعني أكل لحم الدجاج وكذلك أكل لحم حبارة وكذلك روى الشيخان أنه أكل لحم حمار الوحش ولحم الجمل سفرا وحضرا ولحم الأرنب، ومسلم أخرج أنه أكل دواب البحر، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هذه اللحوم. نعم. ثم قال هذا كل الزيت، الزيت يعني زيت زيتون. نعم. فإذا مناسبة للترجمة أن الأمر بأكل يستدعي أكله منه. نعم. فإذا لم يثبت أنه لم يأكل فهذا الأمر يقتضي أنه أكل، هكذا لهذا الحديث مناسبة للترجمة. ثم مباركة، ما معنى مباركة؟ كثيرة المنفعة، إما هكذا أو لأنها تنبت في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، قيل بارك فيها يعني دعا بالبركة فيها 70 نبيا منهم إبراهيم على نبي عليه السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم ويلزم من بركة هذه الشجرة بركة ما يخرج منها من الزيت، وكيف لا وفيه من الأكل والدهن، يعني كلوا الزيت وادهنوا به، هذا الأكل كيف يعني أكل إداما للخبز، كل الزيت أي مع الخبز، هكذا قال إبراهيم الباجوري رحمه الله كما سبق. ثم هذا ابن عباس رضي الله عنه قال في الزيتون منافع كثيرة، يسرج بزيته
هذا يسرج، يستعمل لإسراج البيت، ثم إسراج البيت بزيته، ثم وهو إدام، ودهان دباغ ويوقد بحطبه وسفله، وليس منه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد. الرماد ماذا يفعل به؟ يغسل به الإبريس، وهي أول شجرة نبتت في الدنيا، زيتون أول شجرة نبتت في الدنيا، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان أيضا، ثم نبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة، دعا لها 70 نبيا بالبركة، منهم إبراهيم ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: اللهم بارك في الزيت والزيتون مرتين، اللهم بارك في الزيت والزيتون، هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في الزيت والزيتون. نعم، لذلك قال: كلوا الزيت وادهنوا به. نعم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. نعم، عبد الرزاق راوي معمر، ربما أرسله، الاضطراب يعني تخالف روايتين أو أكثر إسنادا ومتنا، بحيث لا يمكن الجمع بينهما. لكن المصنف بين المراد بالاضطراب هنا بقوله فربما أسنده وربما أرسله، وقد أسنده في الطريق السابق حيث ذكر فيه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرسله في الطريق التي حيث أسقطه فيه. نعم، فإذن لم يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل بإسقاطه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم هذا رواية سيأتي، رواية الإرسال. وبه قال: حدثنا السنجي رضي الله عنه، وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي رضي الله عنه، قال: حدثنا عبد الرزاق رضي الله عنه، معمر رضي الله عنه، زيد بن أسلم رضي الله عنه، النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فإذن زيد بن أسلم عن أبيه هو أسلم، في الرواية المالية هو روى عن عمر بن الخطاب هنا، ولم يذكر فيه عن عمر، هذا هو إرسال. ثم وبه قال: حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه، قال: حدثنا شعبة رضي الله عنه، قتادة رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. نعم، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. الدباء هو القرع، كذلك اليقطين. نعم، الدباء هو القرع أو اليقطين. نعم، ثلاثة يحبها صلى الله عليه وسلم: قساء، الدباء، البطيخ، هكذا. نعم، لماذا كان يحبه؟ كان سبب محبته صلى الله عليه وسلم له ما فيه من زيادة العقل والرطوبة المعتدلة، رطوبة معتدلة، كذلك يزيد العقل بأكله، ما كان يلحظه من السر الذي أودعه الله تعالى فيه إذ خصه بالإنبات على أخيه يونس عليه السلام حتى وقاه وتربى في ظله، فكان له كالأم الحاضنة لفرخها. هذا يقطين، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، هكذا قال الله تعالى بعد أن
ألقى الحوت يونس عليه السلام، هذا أنبتنا عليه شجرة من يقطين، هذا هو اليقطين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن فيه أسرار أودعها سبحانه وتعالى. نعم. فإذا هذا اليقطين، هذا الدباء كان كالحاضنة ليونس عليه السلام، كالأم الحاضنة لفرخها. نعم. أنبتنا عليه شجرة من يقطين. إبراهيم الباجوري قال لكن اليقطين أعم، فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق كالبطيخ والقثاء والخيار يطلق على الجميع هذا يقطين، ومع ذلك هذا يطلق هذا الإطلاق أيضا. نعم. مرادفا أيضا يقطين. فأوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام أو دعي له، يعني دعي النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام. شك من أنس رضي الله عنه. نعم. قوله أتتبعه يعني أفحصه ثم أقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه من الفوائد ذكر ابن حجر رحمه الله فيه أن الطعام إذا اختلفت أنواعه يجوز مد اليد إلى ما لا يليه، لو كان نوع واحد يعني يأكل مما يليه، وإلا يمد إلى ألوان من الطعام، وأنه يجوز للضيفان أن يناول بعضهم بعضا. ضيفان ضيوف يجلسون معهم يتناولون، فإذا يناول بعضهم بعضا. هنا أنس رضي الله عنه ماذا فعل؟ وكان يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدباء. نعم. ومحل ذلك عندنا إن لم يخص بعضهم بنوع على، ممكن بعض الضيفان خص بالبعض، فإذا غيره لا يمد يده إليه، فكذلك لا يناوله إلى غيره، هكذا. نعم. وإلا لم يجوز لغيره مد يده إليه ولا لمن أخص به أن يناول شيئا لمن لم يخصها، هو أيضا لا يؤتي هذا لغيره. أما من خص بالأسفل فما له أن يناول منه من خص عملا بالقرائن المحكمة في ذلك، في مثل ذلك. نعم. بعده إذن حديث الدباء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا حفص بن غياث رضي الله عنه أن إسماعيل بن أبي خالد رضي الله عنه أن حكيم بن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى رحمه الله وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، يقال لجابر ابن أبي طارق، ثم وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم بن جابر، من هو جابر بن طارق؟ فإذا هذا طارق، نعم، هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا جابر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. نعم. روي هذا الحديث عن أبيه، ما اسمه أبيه؟ اسمه أبيه لا، هذا اسمه أبي خالد. نعم. قتيبة بن سعيد، حفص بن غياث، إسماعيل بن أبي خالد، اسمه أبي خالد يعني والد إسماعيل، اسمه سعيد. نعم. ما معنى قوله ما هذا؟ أي ما فائدته، يعني تقطيع الدباء ما فائدته، هكذا. ليس معنى السؤال ما حقيقته، بل معنى السؤال ما فائدته. نعم. كلمة ما للسؤال عن الحقيقة، لكن هنا ليس ذاك معناه. نعم. هذا تكسير الطعام بالدباء. فرأيت عنده دباء يقطع.
نجعل نكسر به طعامنا معناه نجعله كثيرا به نجعله كثيرا إذن طعام يعني غير هذا يكون قليلا يضاف إليه هذا الدباء يكون كثيرا ثم وهذا يدل على أن الاعتناء بأمر الطبخ لا ينافي الزهد والتوكل بل يلائم الاقتصاد في المعيشة المؤدي إلى القناعة نعم هذا الطبخ هكذا حديث آخر أيضا في الدباء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال له أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ هذا خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أنه يندب إجابة الدعوة وإن غل الطعام أو كان المدعو شريفا هنا خياط دعا والداعي دونه لحرفة وغيرها وأن كسب الخياط ليس بدني كسب الخياط ليس بدني وأنه تسن محبة الدباء لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل شيء كان يحبه ذكره النووي رحمه الله كذلك مؤاكلة الخادم يعني أنس رافقه صاحبه ثم هو أكل معه أيضا ثم وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عليم التواضع والتلطف والترفق بأصاغر الصحابة وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم هكذا صحفة يعني هذا وعاء يوكل فيه تسع لعفي ما تسع القصعة القصعة تسع يعني لأشرة الصحفة والقصعة في الأشهر إناء يشبع العشرة هكذا سوى بينهما الصحفة ثم التفريق يعني الصحفة وهي التي تشبع الخمسة تشبع الخمسة هكذا يعني فرق نعم بعد فرق هكذا ثم بعده حديث يعني وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي رضي الله عنه وسلمة بن الشبيب رضي الله عنه ومحمود بن غيلان رضي الله عنه قالوا حدثنا أبو أسامة رضي الله عنه هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل الحلوى يعني ما صنع بالحلو نعم هذا هو الحلواء حلواء هي كل ما فيه حلاوة وقوله عسل عتب خاص على عام وقيل تخص الحلواء بما دخلته الصنعة إذن يكون يعني متغير نعم الحلوى التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم تمر يعجن بلبن هذا حلوى تمر يعجن بلبن نعم هذه الحلوى كما قاله الثعالبي ثم ولم تكن محبته لها لكثرة التشهي وكثرة مايل النفس لها بل لاستحسانها هذا كان حسنا أحب فقط ولذا كان ينال منها إذا أحضرت نيلا صالحا
فيعرف أنها تعجبه ويؤخذ من ذلك هذا الحديث أن محبة الأطعمة النفيسة لا تنافي الزهد لكن بغير قصد. لو كلف لذلك الطعام يكون مخالفا ويكون مذموما. ثم أول من خبص في الإسلام عثمان رضي الله عنه خلط بين دقيق وعسل وعسده على النار حتى نلج وبعث به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فاستطابه هكذا رواه الطبراني. نعم. الله. ثم حديث آخر نقرأ فيما بعد وهذا باب فيه يعني أحاديث كثيرة أكثر من 30. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.